بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور توفيق الحلو، رئيس جمعية الكرامة للأشخاص المعاقين. هذا الجمعية هي واحد الجمعية تأسست سنة 1996 من طرف مجموعة ديال المتطوعين، كان فيهم واحد العدد كبير ديال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هما بنفسهم. الغرض ديالها هو أنه تخدم للأشخاص في ضعية الإعاقة، وخاصة منهم الناس اللي هما في ضعية هشة، يعني الناس اللي ما فحالهمش. فكان الاشتغال على مدى سنين مع هاد الناس هادو، يعني بواحد العدد ديال الخدمات اللي كانت تعطاهم، خدمات اللي هي خاصة بالإعاقة وخدمات أخرى خاصة بالحالة الهشة ديال الناس، مثلا إعانة في رمضان، إعانة في الأعياد إلى آخره. كانت كذلك تقوم بواحد العدد ديال التكوينات ديال مثلا السيدات في ميدان الخياطة، في ميدان السيراميك، الزرابي إلى آخره. فهذا الاشتغال ديال هاد الناس هادو، الاشتغال التطوعي، خلى أنه هاد الجمعية ذات مكانة ديالها في المجتمع ومع السلطة كذلك. سنة 2004 كانت اقتراح ديال السيد الوالي انذاك السي عبد الله مسعود انه يعطينا واحد بقعة ارضية من 980 متر. وفي الحقيقة ملي قال لي انا قلت له ودي رحمة معناش باش نكونوا بهذه البقعة، ودي خذها ويكون خير. ولكن كان عندنا طموحات، يعني الاعضاء ديال الجمعية كلهم كانوا تيشوفوا شوية بعيد، عندنا طموحات. فخذينا هذيك الارض وبدينا تنديروا تصورات شنو يمكننا نديرو في هذه الارض. وكان الحلم ديالنا هو انه نديرو واحد المركز جهوي اللي يكون متعدد الاختصاصات بالنسبه للاعاقه. اذا كان عندنا واحد التصور، كانت عندنا ارض. 2005 جات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، لقاتنا موجودين، عندنا التصور، عندنا الارض، عندنا حتى البلون صايبينه، عندنا واحد ليتود دو فيزابيليتي واش هاد الجمعية غيمكن لها تعيش إلى آخره. وقدمنا المشروع ديالنا للمبادرة، وكان هو أول مشروع مولى من طرف المبادرة في جهة الغرب شرالدة بني حسن آنذاك. إذا هذا المشروع تنجز من طرف المبادرة وبدينا تنشتغل. حاليا عندنا واحد العدد ديال الخدمات اللي تنعطيوها. الخدمة المركزية هي الترويض الطبي، ثم كاين ما يناسب الترويض الطبي، يعني الأورطوفوني، الترويض ديال النطق، واحد العدد ديال الأمراض اللي تيمكن حتى هما يمشيو معاها. كذلك دخلنا الرياضة الطبية، يعني ثم الرياضة البدنية اللي تطبق على الأشخاص في وضعية إعاقة. بجانب هذا الشيء اللي تسديه هذا المركز، كاين كذلك خدمات اجتماعية. فمثلا في رمضان تنوزعوا ما يقارب 1500 قفة رمضانية، في العيد مثلا هذه السنة وزعنا 500 خروف بالشراكة مع الإغاثة الإسلامية فرنسا. هذه 500 خروف توزعت ماشي على الناس ديال الكرامة طبعا، توزعات على العائلات ديال الخيرية، العائلات ديال الكرامة، واحد العدد ديال الهجالات إلى آخره. فهادو خدمات اللي تيداروا بجانب. كذلك تنقوموا بالتحسيس، تنقوموا بجولات تحسيسية فيما يخص يعني التربية ديال على النظافة، التربية على الأمور اللي تهم خاصة كذلك المعاق. ما تنقتصروش على العمل غير في السنتر، بل تنخرجوا كذلك خرجات المحلات اللي تنعطيو فيهم دي كومباني ميديكال، بحال تنمشيو لبعض الطوابير تنديروا لهم تما في عين المكان تحسيس على مثلا على النظافه، تنديروا الترويض في عين المكان الى اخره. هذه بصفه عامه الادوار اللي كنا تنقوم بها. هذه السنه هذه نطلق واحد المشروع جديد اللي هو مدرسه داخل السنتر اللي تيستافدوا منها هذيك السيفغ الثلاثي، ذاك اللي هما لي تريجوني 21 المونغوليا تيقولوا لهم،
كذلك لي زوتيست هذاك اللي عندهم مشاكل في في النطق، كذلك لي زي ام سي هذوك الناس اللي ما تيقدروش لا يجلسوا ولا يوقفوا الى اخره، حتى هما خديناهم. فهذه المدرسه هذه صيدناها بشراكه مع التعاون الوطني وانطلقنا هذا العام هذا. اذا احنا العمل ديالنا تيتركز على الشخص المعاق، خاصه الشخص المعاق اللي هو ما فحالو شيء، لان هاد الجمعيه ما عندهاش واحد الصبغه ربحيه، ما عندهاش صبغه ربحيه. احنا خصنا غير نتعاونوا وندخلوا ما بين المنح وما بين داكشي اللي تيدخل السونتر يكفينا باش نسيروا السونتر. يعني ما كاينش صبغه ربحيه، ما كاينش شي حد اللي غادي يربح من هذا الشيء. هذه ماشي شركه، هذه جمعيه اللي هي يعني مؤسسه رعايه اجتماعيه. كذلك خدينا الترخيص ديال المؤسسه ديال الرعايه الاجتماعيه، خدينا ما بين الاوائل، لان باش الوزاره تعطيك الترخيص كمؤسسه رعايه اجتماعيه تخصو تستوفي واحد العدد ديال الشروط. الحمد لله هذوك الشروط كنا كلهم مستوفينها، وخدينا هاد الصبغه ديال دابا حنا تنحاولوا ناخذوا الصبغه ديال المنفعه العامه. حتى قدمنا طلب وتنتظروا على انه ان شاء الله يكون قبول ديال هذا الطلب ديال الصبغه ديال المنفعه العامه.